يواصل مجلس الشعب والشورى الجلسة المشتركة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد، ويختار الأعضاء المنتخبون للمجلسين وعددهم 678 نائبا لجنة المئة، والتي ستتكون من 37 عضوا من أعضاء مجلس الشعب و13 عضوا من الشورى و50 عضوا من الشخصيات العامة وممثلي الهيئات والنقابات المهنية. كما سيتم اختيار 40 عضوا احتياطيا، نصفهم من النواب والنصف الآخر من خارج البرلمان، تحسبا لخلو أي مقعد من المقاعد المئة، وذلك من بين نحو 3000 مرشح. في المقابل أعلن نحو 30 حركة وائتلافا عن تنظيم مسيرات تتجمع أمام المركز الدولي للمؤتمرات، حيث تعقد الجلسة للتعبير عن رفضهم تشكيل نصف الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من قاعة المؤتمرات بمدينة نصر موفد النيل عبد الهادي حربة. عبد الهادي، بعد التحية، كيف تبدو الأجواء لديك؟ يعني الجلسة بدأت قبل ساعة تقريبا، وكانت جلسة ساخنة بامتياز. طبعا أنت تعرف هذا اليوم يوم تاريخي، وهذه الجلسة أيضا جلسة تاريخية، هي الاجتماع الثالث والأخير من نوعه فيما يتعلق باختيار الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وبالتالي من الطبيعي أن تكون على هذا الحجم من السخونة. بدأ الدكتور سعد الكتاتني الجلسة بعرض كيفية عملية التصويت من اختيار لجنة المئة التي ستضع الدستور. طبعا قال بأنه سيوزع على كل نائب مسودة أو نسخة من الكتيب فيه عدد المرشحين البالغ عددهم 2870 مرشحا، سيتم اختيار 100 من بينهم. هذه المئة مفصلة كالتالي: 37 نائبا من مجلس الشعب، و13 نائبا من مجلس الشورى، و15 من المجلسين على سبيل الاحتياطي، لربما يغيب أحد أعضاء هذه اللجنة فيما بعد لوفاة أو لغير ذلك، ويتم اختيار أيضا 50 شخصية من خارج البرلمان. يعني انتهى الدكتور سعد الكتاتني من شرح هذا الموقف، لكن طلب عدد كبير جدا من الأعضاء الكلمة، ومن ثم بدأ تعليق عدد كبير منهم على إجراءات عملية التصويت. يعني مشكلتان رئيسيتان تواجه عملية التصويت الآن تحدث فيهما النواب. الجزء الأول يتعلق بأنه إذا ما تم ملء هذه الاستمارة، استمارة المئة، وهي ناقصة، يعني إذا قام عضو البرلمان بترشيح 90 شخصا على سبيل المثال من المئة التي ستضع الدستور، هل يكون صوته في هذه الحالة صحيحا أم باطلا؟ بمعنى إذا انتقص عن اختيار المئة، هل يكون الصوت صحيحا أم باطلا؟ كان هناك خلاف شديد بشأن هذه الجزئية، لكن المجلس حسمها في النهاية بأن الصوت سيكون صحيحا إذا اختار النائب أقل من 100 عضو للجنة تأسيس الدستور. الجزئية الأخرى التي كانت محل إشكال أيضا هي أن عدد كبير جدا من الشخصيات العامة ومن المرشحون من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية ليس بعضهم ليسوا معروفين بالنسبة للنواب، فكان النواب يقترحون أن تكون هناك سيرة ذاتية لكل مرشح من هؤلاء المرشحون، فطبعا رد عليهم رئيس المجلس بأن هذا شيء شبه مستحيل في هذا التوقيت، وقال: لا تطلبوا مني مستحيلا، لا يمكن أن نضع سيرة ذاتية لكل من هؤلاء المرشحين، لاسيما وأن عددهم يربو على 2000 مرشح. على كل الأحوال يعني الآن عملية التوزيع تتم، توزيع المسودة التي سيختار منها النواب، لكن عملية التصويت لم تبدأ حتى هذه اللحظة. نعم.